في الاجتماع الاعتيادي لمجلس الأمن القومي الأمريكي الذي انعقد صباح يوم الاثنين 10 من آذار 2003، قدم مدير مجلس الأمن القومي للدفاع فرانك ميلر إيجازا عن آخر الخطط لعراق ما بعد صدام حسين. بدأوا يتحدثون عن الأمور وكأن يعني الاحتلال سيتم، وأنه لا بد من مناقشة وضع العراق في ضوء الاحتلال. وقال إن هؤلاء الذين يديرون هذا التقرير، فرانك ميلر قال إن هؤلاء الذين يديرون عراق صدام لا يمكنهم أن يعملوا لنا، ولا يمكنهم أن يديروا عراق المستقبل الحر. وأن تقدير المخابرات الأمريكية تقول أنه يوجد 25,000 من القيادات العليا لحزب البعث، ويجب إزاحة جميع هؤلاء من الوظائف الحكومية ومواقع السلطة والتأثير. وقال إن البعثيين يشكلون 1,000,000 شخص من مجموع 2 مليون من موظفي الحكومة في العراق، وعليه فإن إزاحتهم لن يؤثر، لأن 1,000,000 الباقين يمكنهم أن يقودوا المؤسسات العامة. تقول كونداليزا رايس في مذكراتها عن خطط ما بعد الحرب أنه كان من الواضح ضرورة التخلص من الموالين لصدام حسين في المؤسسات الحكومية، وكانت خطط وزارة الدفاع أن يتم تفكيك الجيش الشعبي وجيش تحرير القدس وفدائي صدام، وأن تسرح أجهزة المخابرات العراقية بكاملها، وأن يجرد الحرس الجمهوري من أسلحته ويفكك ويسجن قادته، وأن يقدم بعض أفراده للقضاء كمجرمي حرب.